أنا عندي مقطع صوتي لزوجة أحد الشهداء، بعد ما سمعها راح أعلق. انطوني هذا المقطع يا همام. بدو أروح نفسك هذا أستاذ، والله من سمع صوتك وحاجيك علي يا والله العظيم أنا ومبتين على صوتك وعلى يادي عليك بدون ذراتي، بس انت حتى لو ما يسوي شيء، بس المهم انت حكيت بيه رايك وش مارك بعد، بس المهم انت والله وحق هاي ليلة الجمعة ولدي نامون بصف كبار، والله من بدل انا مراني اقول ولدي ما يخالف بدل قدام مرات اغير، والله العظيم افتح ببالي كندور مكسرة، والله اتمنى تجي وتشوفها، اتمنى تجي وتشوفها، والله افتحها وابدل هدومي وهذا الله، والله جو البطانية غير هدومي وحق ربك حتى البطانية نتغطى بها أنا وابني بالحرض نسويها، وحق نورا للنبي نورا إن شاء الله ما صبح الصبح إذا أنا أكذب عليك، والقرآن تجي استشف فراشنا بالحرض أنا وابني مسوي البطانية، والله العظيم ابني طويل والله حتى رجلة تطلع لأم بالحرض، والله حق لا إله إلا الله التقاعد كل دين، هذا ابني عندنا نهاية خدمة لو يعطوني عملية عند استئصال سرة ابني هذا الكبير، أنا مليون مرض بي والله ما عندي أروح أشوف لي طبيب، والله ما عندي عندنا تقاعد كل دين والله كل دين كل سلف، شلون صرفت عليهم المدارس الكليات كل أقساط كل فلوس وملايين من أجيب كل أسوي سلفة ما التقاعد وثلاث ملايين حشوها على سبع ملايين ست ملايين ظل ست ما لحق صار لي ست سنين تقاعد كل سلف باخذ منها غير 300,000. اقطع همام كافي، همام اقطع 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 كافي اقطع اقطع اقطع. الولد مشغولين بالكتلة الأكبر وإحنا مشغولين بالهم الأكبر، شوف لما عدهم شغلة تجيب مصالح تجيب فلوس يروحون يقعدون مع الشيطان في سبيل أن يضمنون حقوقهم بالحكومة، وهسه نصهم قاعدين بإيران، اللي يدعي الشرف واللي يدعي الوطنية والحريص على البلد، ونص قاعدين بالإمارات ونص قاعدين بأمريكا، ما قاعدين من أجل الشعب، ما قاعدين من أجل هاي المرأة، وما قاعدين من أجل حقوق الفقراء وحقوق الشهداء، لأنه غابت الضمائر، ولما تغيب الضمائر من المسؤول يبقى يتحرك فيه شيئا واحدا وحركته فاعلة قوية محسوسة هو الشيطان، الشيطان الذي يحرك فيه المصلحة والسلطة والسطوة والجاه، يروح لإيران حتى إيران تضمن له مقعد، وذاك يروح لأمريكا حتى يضمن له مقعد، وذاك يروح تركيا حتى يضمن له مقعد، هاي المرأة من يضمن حقوقها؟ هذه زوجة الشهيد، سمعتوها ايش قالت؟ سمعتوها ايش قالت؟ البارحة ترى بيكم حفاي هواي، كانوا بسوريا وكانوا بإيران وكانوا بألمانيا وكانوا بلندن، بيكم الكان يجدي وبيكم الكان محتاج، ومو عيب مو عيب، أنا ما أعير أحد بس أذكره، سمعتوا هاي الحرة العراقية، أنا ناشد أهل الغيرة، أنا ناشد أهل الضمير، أنا ناشد العراقيين الميسورين، هاي أختكم، هاي مظلومة، هاي ظلمها الوقت، هاي دقها الضيم واضطرت أن تصرخ بأعلى صوت عدها أنه أنا هذا حالي، قاعدة ويا أهلها بغرفة من البيت وتقول أنا ولدي صاروا أطول مني، من أبدل أغير هدومي أحط لبطانية لو أفتح بخانات الكنتور، يا هل بيكم يقبلها على أخته، يا شريف بالسلطة يرضاها على مرته، يا شريف بيكم يقبل هذا يصير بيا قانون بيا دين بيا مذهب بيا شرع
يا للنهار كله تصلون، يا للنهار كله تصومون، يا للنهار كله تركعون، يا للنهار كله تطبخون، يا للنهار كله تلطمون. والكم هاي العراقية، واللي يريد يروح لها. بس أنا أناشد، ما أناشد المرائين، ولا أناشد الحكام الفاسدين، ولا أناشد المتاجرين بالوطن وبجراحات الناس وبقضاياهم، لا، أنا ناشد أهل الغيرة اللي مالهم حلال ورزقهم حلال. هاي أختكم العراقية تستصرخ بكم الهمم وتستصرخ بكم الضمائر. والله أنا تعبت، والله أنا انشق قلبي، والله قمنا نستحي من أنفسنا أن نعرض هذا، ولكن هذا هو حالنا، هذا الواقع اللي نقول لأهل الغيرة. نعم أنا لا أنكر أن هنالك شرفاء سوف يتفاعلون، أنا يعرف أن هنالك ناس ما تقبل، وأنا متأكد بل متيقن أن صرخة هذه العرة العراقية ستلقى صدى عند الشرفاء. وأنا أقول لك خويا أدعيناك، الخير بعد بالعراقيين، والخير بعد عد أهل الشرف وأهل الغيرة. أنا أناشد المرجعيات الدينية بالنجف كله، هذا حال العراقية في زمن الفاسدين، وكهواية يعني تحسبهم أغنياء من التعفف يستحون يحجون. سيرولكم ناس بالسر إخواننا الكرام في المرجعية الدينية الرشيدة والميسورين، شوفوا حال العراقيات وأحوالهم، وشوفوا زوجات الشهداء اللي قدموا لهذا الوطن أغلى ما قدموا. وذاك اليوم يطلع ويا واحد يقول قدمنا وضحينا، ايش قدمت ايش ضحيت انت؟ شو انتوا ماكلينها، ماكلينها طول وماكلينها عرض. من يصير الحكي على التضحيات لا يجيني ابن قوة سياسية يقول انا ضحيت، لا، انت بقت، انت نهبت، انت هاي ضحاياك اللي موجودة، اللي أنا أطلحها كل خميس انشقت صدورنا من الضيم، وصرنا نستحي ونخجل من أنفسنا. لا حول ولا قوة.